بدايتها كانت في العروض المسرحية بالمدرسة، ثم بفرقة أندلسيات، وانتهاءا بفرقة الفنان دوريت لحام. لكنها أرادت أن تغير كل حياتها الفنية بالتوسع بالأعمال الدرامية بجانب السينما. مؤخرا أثارت جدل وغضب الجمهور بالعديد من التصريحات بشأن الفنانين السوريين خارج البلاد، وتجسيد مشاهد صعبة أمام الشاشات مع ممثل سوري شهير. فما القصة؟ تركيبة مختلفة عن فتيات جيلها، ولدت في أكتوبر عام 1968 في مدينة حمص السورية، ودرست في مدارس حمص حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة، لتنتقل بعد ذلك للعاصمة وتلتحق بكلية الآداب في جامعة دمشق. لكنها خلال دراستها شاركت في الفرقة المسرحية بالمدرسة، ثم انتقلت إلى فرقة الأندلسيات. بل إن كل تلك المراحل لم تشبع ولعها الفني، فقررت الالتحاق بفرقة الفنان الكبير دوريد لحم المسرحية لتقدم عرضي العصفورة السعيدة وصانع المطر. إنها الفنانة السورية سوسن ميخائيل التي قررت أن تنمي موهبتها بالمشاركة في بداية التسعينيات بعدد من الأدوار الصغيرة في مسلسلات لو كنت مكاني وزهرة ورحلة زمن ويوم بيوم. لكنها قدمت العديد من البرامج على شاشة قناة دبي الفضائية، وشاركت مع الفنان دوريد لحام في تجربة أخرى بمسلسل عودة غوار الأصدقاء، بل وشاركت في العديد من المسلسلات الأخرى منها قمر وسحر وعرس الصقر ودائرة الاتهام والجزء الثالث من حمام القشاني والبحر أيوب، بالإضافة إلى بعض الأعمال السينمائية منها موكب الآباء وللعدالة كلمة أخيرة، إلى أن بدأت مؤخراً في إثارة الجدل بسبب حياتها الشخصية والمشاهد الخارجة. فعن رأيها بالفنانين المعارضين السوريين وعودتهم من الخارج إلى البلاد، بل والفنانين الآخرين الذين تركوا سوريا مع بداية أحداث 2011، فأكدت أنها لا تقف في وجه أي فنان أو فنانة معارضة تريد العودة إلى البلاد، لكنها لا تريد عودة بعضهم، وتحديداً من يريدون انتهاء حياة الشعب بل ويحرضون على ذلك. لكنها مع عودة الكثيرين الذين يرون أن بلادهم كانت غير آمنة، أو أنهم قرروا الخروج منها للبحث عن العمل في أي دولة أخرى، لتنتقل إلى مرحلة جديدة من إثارة الجدل. المشاهد الصادمة التي قيل عن سوسن أنها تريد أن تؤديها مع الممثل السوري الشهير طيم الحسن رفضتها بعدما أزاحت الفنانة السورية الستار في أحد البرامج التلفزيونية بأنها لم تتفوه بهذه التصريحات. لكن كل ما قالته بأن المشاهد التي فيها زيادة بالعلاقة وتجسد مشهد حقيقي بين شركاء العمر، بل والقبلات ليس لديها مانع في تجسيدها مع طيم الحسن، فضلاً عن أن سر اختيارها لتيم بالتحديد يأتي بسبب أنها ترى أن تيم من أفضل الممثلين السوريين على الساحة بوجه عام، فتجسيد تلك المشاهد معه سيكون فيه من المصداقية الكثير. فهل هذه المشاهد يصح أن تؤديها سوسن سواء مع تيم الحسن أو غيره؟ وهل لديها الحق في منع أي فنان من العودة إلى سوريا؟